شويه شك الحاله الوبائيه ديال الاقليم للنظر على حسب النتائج ديال هذه السنه. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم هو ان ما وقع شويه الارتفاع ديال الحاله الوبائيه ديال النظر، ولكن ماشي بغيتش نشكل برود باش واحد السيف يقول لان الدور النظر هو اثناء يجي الفقار يودان باش هاد المعرسين يجي الاعمال ديال الحياه الانسان ديال النشاط الانسان اليومي باش ما نستهدفش من الهوى اللي يجي التخويف يودان، لان غاسي انعكاسات نفسيه، غاسي انعكاسات سلبيه في المجتمع، غاسي انعكاسات سلبيه حتى في العلاقات بين افراد المجتمع. يعني خصنا غنرى سجن الدور فعلي، سجن الدور يعني ما ديكش النتيجه الصباح، على اساس ان المواطن واخا ان غانر حالات الوباء ولكن الذي يعيش حياه نص طبيعيه في نفس الوقت، هذه كيجي مجموعه من الاحتياطات يتجان موجوده الخو يزيد على الجهات المعنيه على اساس ان تباعد المسائل المتعلقه. ولكن من ولد الواقع ان التعامل اكل وباء يعني ماشي تعامل بالمنطق العلمي، يعني تسيول شويه ماشي بالمنطق العلمي، بسبب ان الاماكن شتوري ان الخو الوباء كوري الوباء الموجود حاليا تعامل كيس على اساس بالشكل اللي تتعامل جميع القضايا النقص الرسميات، يعني انت بالتباعد الاماكن الرسميه امام الكاميرات امام كذا، ولكن خميطه غا المقاهي مثلا انت في مجموعه يبدا كتسن ديال غا الحدائق انت في نفس الشيء يبدا كتسن انت غا الامور المسائل اللي الامور النوادي القاعات الرياضه انت في وذن وتحترم من شان مجال التباعد مجال المسائل. خمي غنح ان مثلا تيني نقي مجموعه يودا نقي ندير مقهى نكدسي ندير قهوه، خمي غنح غا المسجد سنيني وين التباعد جارا غلقى الوباء، واش ان الوباء يجا غادي المسجد يجا غادي الاماكن الرسميه؟ غير مثلا نستور منا شكي مجموعه نحل المسائل، مثلا انت في دي الجامعات خمي تكني امتحان الطلبه خمي تغا تحضر الجنان تحضر السلطات تحضر الكاميرا يتيني التباعد الاحترام كذا، ولكن مجرد هذا تعذر الفتره ملي ديال الساعه نصف ساعه تكون حاله عاديه انه يعني خص شي كيف، يعني خصنا شويه التعامل في المجال العقلي. هكاك الوباء، الوباء فعلا الوباء جاء ولكن ماشي بو مهوي ماشي بو مخيف، يعني تجي خصها تنيات السن وني تجي وقت نتكبو ديجن الحدث ربما نقصد زيت الحوايج نغني نزيد الحدث هذه اللي بدات الوباء نتعاملي ولا الوباء هذا نشارك مني على الوباء حتى واش السين شيء وذان بان نسخار الخزن نلقى راسم الامور لان الواقع حميت على الواقع حتى في شي حاجه نغني، ولكن ديال الرسميه فين شي حاجه نغني خصها هي ديال الواقع هذه اللي واش المنطق المعقول السواد الزايد على اساس باش نبرع في الغطاو باش انا هو نقنع المواطن نقول المشكل يغان غير المجال وان ان ان المواطن قعد واجب مقتنع بسبب مين واجب مقتنع بان التعامل كيس واجب منطقي التعامل كيس واجب عقلاني خاصة خمي نستاور ان الوضعية الخوف الوضعية مزرية اجتماعيا اقتصاديا لاني نبدا للاسف ان وصل لغايش الحالة التدهور الاقتصادي غايش المستوى هو يطاس، يعني لاني المعاناة العائلات خصنا نخلق شوية نستاور شوية المعاناة تتعانى نبدا يجا الضعفاء يبدا واقفين حقوق العمال يبدا واقفين الموارد الاقتصاد نسال موارد الدخل نسال غاسلي حنجان ديني الارامير ديني وذا تبغى تشتغل لطرق النغلي مثلا عبر الحدود المليليه تبغى تقم التهريب المعيشي خذ التهريب المعيشي بعد الاسواق بالعال اني تبغى تمارس الانشطه باع المتجول ويقيم حتى السلطات تجاه تمارس الاعمال نسال، رغم ان كان المفروض هي العكس هذه ريت تسهيلات في المجال لان قد نعيشوا وضع وبائي نتعيش شنو وضع خطير ان لابد تسمح لي وذا نمارس شويه الانشطه نسال شويه الاعمال نسال باش على الاقل القوت. النقطة الأساسية اللي غنرى سي محمد بالنسبة للضغا أنه التجارة يتجددون في حالة ما إذا المغرب يعقب غا الحجر الصحي مش تتقبل الوضع وانيتا. واتي ريشا المجتمع لأن مرواني وإذا أن عاملك الأمور في المنطق في الواقع. ثانيا أن حينما خميس الدولة غاتكشن حاجة على الأقل غاسيريش الدراسة مش تعيش ديال المجتمع ماشي غاتسرى ان تسروها واش تنزنزل الامور زوجنا قال واقع جن حاجه نغني واقع جن حاجه نغني ان ربما الجهات والاستنشاف ان المجتمع يعيش جن وضعيه كارثيه في الخمرة ما يوض فرض ان الحجر الصحي جديد انا وضع جن مستوى يعني كارثي حقيقه
ربما ما تقيمني ولا نسجو على الودرين، ربما لان بزاف وضعيه ما مشيت جرحو واحرى عاد ما لابد العام خاسم كل شيء انني نبكي شنو وضع في الحقيقه غادي نبكي شنو وضع خطير. ونتمنى الله عز وجل خاصنا يعرف على الوبايا، نتمنى ان وانتي كل ان شاء الله الحجر الصحي الشامل باش على الاقل نتمنى ان السلطات المعنيه ما تسلمش غا المجال ان اتعامل لك ك اكل الوباء بشكل منطقي. بسم الله السلام عليكم. تشكى موقع امنوس يتكن غير مسكين بدا الوضعيه يترقب الساكنه وزغنغاني في قضيه المارب بالخصوص سي محمد اسيدي نشكاري جطاز. بالنسبه للوضعيه الوبائيه رخوك زغنغان نشتي القوان زمان الحجر الصحي زي المره الثانيه. ايوا نتمنى ان شاء الله يوذن هذيك شويه الاحتياط مره ان شاء الله وين ذاق المرض قيد جا وقيوذن موثن الزايز قيوذن تعانى انا الخو تاع عاد مرنقا الحجر قمرنقا الحجر قيت تما من داش غيني غير العيب ضم قرن خل المواطن اصلا الخو يجيو الرواج ويجيو الحركه ويجيو ذن خو تعانى تاع عاد مرنقا تما الحجر الصحي غير مناسب رخت غير مناسب سوطس نشينو نزون غالحجر الصحي بوركي إذا نقدر غزادي كلشي السوق والو وين ظهر الرواج يموت ثقة الساكنة مزيان نقدر غزادي كلشي. بالنسبة لوقا الساكنة مش توردي وذا النهار مش توردي المواطن واش تكنش الاحتياطاتني و من شان غسي محمد وقول الأغلبية وتقنبوا الاحتياط خا من داش غيني غا وذا ناذيني وذا تقبل الهرشاي وذا نخمي وثوميناني وذا نخمي تسمى يتصل المزائل يتجن. ولكن شي نتمنى ان شاء الله يوضن المرض قال الاحتياط ان شاء الله والله ينجي الجميع واخا نغيب عذاب الوباء. وشكرا منوس وشكرا السي محمد بارك الله فيك شكرا. السلام عليكم السيد استاذ النغ نتشكر لك في المبادره يا خدي دانيتا. بالنسبه لاعاده اغلاق نعاد الحجر الصحي الثانيه قبل بالنسبه غو مزوه رمي ذا قبل العن كمهنيين كحلاقين وغنعوض ان شاء تعويض والو. وثاني قبل العن عاود ثاني ما راه غادي نشا التعويض ما تقبلغنش منش غينير سمعني باش التعويض تقبر بالفرح باش نقولوا التعويض بصحه واز ما تقبلش قاري اصلا غاري شري الفوف ثمن قبر دي شحال ثلاثه قيا ب 10 هاني يعني نولع عين بلع كنخد سيدي جبنا نخد سيدي جبنا دولار عيون شاه كان مهني حلق هذا قبل العن عاود ثاني بالعويس ثاني مال قيج نحاج تقص حطاس يجي نحاجة مجرية للغاية من داش غيني غومينو عزن قن تمر كيجي الحالة تقص حطاس ومينو مالا بالعنان غعاود تانية ونش أصلا تقبلغش أمانايا ما لحقا قيمة غادي تهدا الكليان ينو تضيع المحل غادي يضيع كلشي غادي يضيع فهم ذا الأستاذ ينو الفكرة الحاجة الصحية وغادي تقبل وغادي تزمج واز ما تقبل الحومات اللي ديال التعويض مشان حاجتي يعني ما حد نشا القيم غادي تهدا يخصي لي تعوض شان حاجت واز ما خفيت باللعب اخفيت باللعب نش ماني خدو ماني استوي غير قزم غرومينو الوالدينينو يعني تعيض عائلينو اخفيت بالعاد حق قيمه ديال الذات لا يمكن لا يستقبلوا يعني العقل وتكسي فهم هذا الاستاذ ينو خصنا اخ كن بعدا على الاقل كمهنيين مره ماشي مهنيين حلاقوها مهني الحلاقه النجاره الصباغه كلشي هذا نعوض نخشن حاجات ما حندش انا ناضه سوب اللعني نغقن ما عندنا شنو اخي عجب الحال ودي عجب الحال ماري المغربيين عامه ان شاء الله. مش بالنسبه للحجر الصحي انشن كمواطن الصباح الحال يعني غير عجب الحال يعني ولكن على حسب التجار الله يحسن العون يعني بنادم هو يتوج يرقز مغروم ان شاء الله مرات بنادم يتعطر شويه على حسب الخدمات على حسب الخو يخضع جميع المهم جميع يعني التجاريين. ولكن كيجي الحاله الصباح عاود الصباح المواطنين بنادم هذيك القيم ديال يعني غا سته بنادم يعني تيري نقرات نشتي كل جديد هداه الناس يا سيدي بنادم يتقلي احتياط تورد الكارثه يعني يطحياني الشغر واللهم بنادم نقرص لي نقص شويه ان شاء الله نتصل بربي العالمين اخي كشتي الوباء يا اخي مسر من مار ان شاء الله العالم يكبر ان شاء الله ايوا نتار من داش غيني نتصل بربي العالمين اخي نغي فجا اخي مسر من مار ان شاء الله. مرحبا خو السب هذا السي محمد شغلي تاعي كاع هذا اتصلت مثال سبيطار المجد عاود القاع عمار المهم عباد الله خوات كنقول لك شمال من الطفل تقول لي بس اللي غتقطع الثنيات شنو عارفين الشغل يا
بالنسبه جاني باش السؤال بالنسبه لنهار المغرب فريق يقرر هذه يعقب هذيك اعاده الحجر الصحي واش راه تقبل يمكن لك تجان اه واش اخويا تقبل باش يوصل بالله صغير خصو باش يجي وش قال بالله وانا نهرش على طاو نظر الوالدين ما تكبر المراه بالله تكبر الوضعيه نعم مره بالله عن الحجر الصحي تكبر الوضعيه اه تكبر الوضعيه لا دار ترى هادشي غادي يخدم الشواد وراه كان واحد هرش غادي راح كلش هادي يمه مجرد السلام عليكم انت من الله سبحانه وتعالى دائما خان غير فعل البلاء والوباء بخصوص الحالة الوبائية يتعيش إقليم النضاء في الحقيقة أنه أنني السكينة إقليم يكمر الإقليم يكمر أنه يعيش الخوف والهلع بسبب تزايد الحالات المصابين بفيروس اللعين كورونا وهذا مشكل ضمقرا أنه يخص مارخ السكينة أنت ندينت النضاء لابد يخص أذقل الاحتياطات ما حنت هذه ينقص الفيروس مش تورم أنه ينتشر سجن الطريقة فائقة سجن الطريقة سريعة يعني المسألة لا تبشر بالخير مش داشني سي محمد أنه المسألة تسقوذ المسألة تسقوذ بالنسبة سي ميلود مرة بالنسبة لجمهة النار المغرب مرة حبيب يقرر شنو مديش قدر بعض الدول الأوروبية عقب الحجر الصحي مش تقيم مش كالورا يعني بخصوص الحجر الصحي مش توري غنش أنه مرة الحكومة الدولة بصفة عامة أنه فرض الحجر الصحي خل المغرب بصفة عامة أنه يشكل خطر على الطبقة الهشة يعني ديج مشكل ضمقرا غثيرين أذيري غل المواطنين الضعفاء الفقراء هذه الحجر الصحي يعذون مؤخرا لأن الشيني زرين الشيني عنان أنه يجمجموا على الأسر وروفين من غشن فمن يديج الدرس انكسيت زي الحجر الصحي يعذون يعني سابقا الدولة ما رأى فرض الحجر الصحي لابد يخسى أتق من زي غعيش المواطنين البسطاء من زي غقيم دي هذرين سن ما حد الإنسان ذي قيم دي هده نسقى وتجبو سهل فنشتوري أنه يقصح الطاس أذيري الحجر الصحي يعني مرة ثانية في الحقيقة أنه يخسر الحجر الصحي ولكن يعني نشين ضعفاء إنجا ونزمى هذه قيم المواطن ذي هداث بدون يعني قوت العيش يعني تينظ نقاط النصيحة تقدم للمواطن بخصوص الارتفاع النتائج تورد فيروس كورونا النصيحة تقدم غمار يثمس ويثما إذا يتسرن مني مجان خاصة ذي النظان بصفة عامة ذي المغرب أنه أكيد التصميم ذان ويومين شاء زي الفيروس يجا ولكن الخو حاليا مشتوران زي المستشفى الحسني الصارخات إذا تفنصني أنه يجي العدد ذان يتمتن يوميا بسبب فيروس كورونا فما أريخو إثمن السكينة أنه المرض يجا ما حد يعني أنفغ سجل حصيلة خفيفة وجبو ثقيلة بنادم يخسى ديري التباعد الاجتماعي يخسى ديري يعني التعقيم يخسى تيري الكمامة يخسى الإنسان ويتروح ويترحشا غيموشان يجن عام يعني إلا للضرورة يعني اتناض النقط لأن شي نزرى غير على سبيل المثال سوق ولاد ميمون ديش كارثة ثم غارين ودارين تبور خباري وذن ودارين تبور خباري إيش اللي احتكاك يتوقع ذني من غنيني أنه يوذان ويومين شا بأن الفيروس يتنتقل سجن طريقة زيبنا نغبنا من طريقة يعني سريعة جدا وخذ قيد الكمامة وخذ قيد التعقيم ولكن الفيروس يقصح الطاس يعني الخبراء أنه أعجزوا في يعني البحث ذي الفيروس كوفيد 19 وما بالو كذي المواطن البصير أنه ما مش غيق هذه نجم زي الفيروس يعني قاغسني إثما سو إثما قيم دي ثوذرين سن أطفغني الله ذي الحالة الضرورة لأن نسن الفيروس يقطخ يوذان يغيج الأمراض المزمنة يوذان يمقرانا يوذان مثلا ينغيج الشباب يمزيانا وهريش نشا يخسى ويتنتقل العدوى يعني زي سن أثوين غيني مقرانا تظن نصيحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطيرة قصح شوي قصح صح بالنسبه لحاله انت ورات قطعه المرضى ديال الوفاه واش عاديه يعني ما انا عاديه ودقه عاديه وديش عاديه ولكن يوداني ودارين بورخبه يودان ودارين بورخبه ممكن ادون ادوني ذي الحل
إذن كمواطن كتجاري خلافي إذن الحل يفغن نهارا من باب واخا يقصح شوي واخا يقصح شوي ولكن يعني من الأحسن يعني ابن ذم يعني قد ولا ابن ميزا يقوغا ثعوان الناس يقوغا الوالدين الناس الأحسن يعني حجر الصيح إذن شك تقبل حجر الصيح الله يود وقد ويدي قاعدة التاس الحالة ولكن يخلش نقوز ما يتسمى أنا بالله يعني خال نسباد نخواخي تسمى بول ما كان يتمليح كذا فهمت بالنسبة للحجر الصحي يقصح بالعالم يقصح خافي قال بعد يالله من تت من الشراء خذ يخرج العدد من الشراء عاد يتسمى يقش نعب عشرة من وني نشراء إيوا تصدع دخول الله من تتوى هاقش من الشمسة بالنسبة للوضعية يقول انها رجك مش توري رجك مش تقبل ما تقساح ما تقساح شوية فارتي عاد وجي إيوا ان شاء الله سيدة عبد الجوي الشافي منايا ان شاء الله سيدة بخري عفع الوبايا إن شاء الله نيري مليح الخوقة من أشغيني خي تسمى يقصح شوية طاري المعقول مزيان إن شاء الله سيدة عبد الفارج قي يقصح شوية الحال قطوين الخو ابن مدغاكس ودي تيس شاد فهم الحالة تمية هنا قسين تفهم ذين هلا وخي يقصى ذي عذير وخي يقصى كذا يتسمى ويجي شمار فهم أقا خمار يتسمى نسور خوث فهم ذا إيه إذن الحجر الصحي ما مرش إعادة العودة على الحجر الصحي تسمى يقصح 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 قل نهار يقصح أختاكي عاد نقل حجر الصحي نهار قول قحمان دبار يتسمى غاقي حنجان غاق كذا من غشان من قتواري ثفاوت أمان أتصل مسائلة يتسمى قصحد فهم ذا إيه قولي السلام عليكم إن شاء الله يجي الخير إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نشكر موقع أمنوس يتغطان تصل الواقعي توقع عندي ذي من جرخو منهم يعني على حسب سؤال السي محمد الوباء قينطاش خذ غادي الجهة بعد الشرقية تطس نتمنى وغيت عن نيشان ولكن العواقب خطوالي نسمى شتوك انت خو طح يتماني الشغر سي الشغر يمغى يسقوا ضطس ويتفرح شا بالنسبة مرة ذي نشان قرار يتخذي الحكومة المغرب غال العس العودة غال الحجر الصحي بمشكلة الدول الأوروبية مش تتقبل الشكة تجارية في الزمن مرة عقبنا غال الحجر الصحي سي محمد يعني جن كارثة كارثة زي بالنسبة للشي تجارية بعدا قال كارثة طب قرنت لأن التصل المسائل التصل الواجبات ترجع نتانغ تغنت منا تحركة الطاس ولكن المسائل كانت عادية عاد وما راه يظن غير حجر الصحي يجن حجت واحد حرية الطاس وتمني وانت كوش غير حجر الصحي بركي دينا الطاس نحويج توقعيج الأزمة الطاق خران تخانيخة وان شاء الله وانت كوش ان شاء الله شن النصيحة غير تنيدي المواطن نهارا لحسن الحقيقة الوبائية الجنة المواطنين خصنا نلتزمن المسائل الوقاية ذوينات زعما بنادم وايت جيم وايت خليط وايت مون وايت كيقال خوماني وجدتي تو نستهزا اسمانيا تو ضابي عادي ولكن خو انت كون انت فاميليا انت في وذن الطاس يتمتان تصير نهار يمودي يقصح حره يعني وجبو التيرات نتمنى يوذن اذو عان منايا كسيني جن في جن المرض هذي جن حاجه تاعنا ضروري ياخذ كواكيس الخو وان شاء الله هذه شاف الجميع بسم الله الرحمن الرحيم كيوم ومثلهم تيب خوجة زين دين تونس غنغان أولا نتشكى الطاقم موقع من نسخة المجهودة تيتيك المواكبة المستجدة مارا على الساحة الإقليمية أولا نستورد خل حل الوبائية للإقليم من دوما يعني ثم جيد متدهورة مرة من غنينية ثم يمكن شوية تكتع عدد الوفيات قاعد الاصابات قاعد عند المخالطين الطاس يودان هرشن تفغن الشوارع مهم يجن حالة من دوان انت تانه الخوي قيم انه انت نافع فاش ناسي دار ربي غان غدي خزاس عين الرحمة وفيما يتعلق وينث العودة غل الحجر الصحي طبيا تسمى مرن كسين سجل المنظور ان وزارة الصحة نغذ المنظور الصحي يخسن كل حجر الصحي ذو رغو بالله ولكن ما هو اقتصادي الميزي غعيشني يوذين الميزي غعيشني بوبريثين المغرب نغذ النظر نغذ الزغنغان قوة ذي الشان الموظفين
ذي سيودان خدم نكون نهار نهار نقارس نشين مياوي مرا الدولة نعرض باللع من غشني ودانا نتمنى أنه إن شاء الله الحكومة نصاحب الجلالة أنه تخزعنا هذا فنشان الحل ويناثا أخو الدقاء وديقاء نغذي النظا مجموعة المناطق ذي المغرب النظا وشكرا النصيحة أقدم غير المواطن هو أنه غادي تجنب إيموشان دي جاي تسيني ودان هذي يقل كمامة أقثاء ثاء قثاء خص تقدر هموها هذي يقل كمامة هذي السيري دي فسن المخلطة يتسكي وذان لا النصيحة هوها شحفظ الله بخير محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إجن تحية طمقرنت لموقع أمنوس والتحية للطاقم الإداري أمنوس بالنسبة للحالة الوبائية دي خاصة دي الإقليم نضاء حقيقة إجن ونتيجة الوضع أنت عايشين حاليا وضع مزري وخطير خاصة ذي قزغنغان ذي الإقليم النضع بصفة عامة مركان صيغي غمو ذي يتم ذي تهور من المواطنين يجمونا تسميش مسألة خطيرة ونتمنى إن شاء الله يوذان يتم غذوين الحذر والحيطة ومش زريد الأواخيرة يتم الحالة الوفيات يتم يجن العدد متصاعد يتم يتحت ارتفع العدد الوفيات ونتمنى الله تعالى خير يعفع الوباء بالنسبة في هذه المرحلة أريد أن أرى النسك في حالة إذا المغرب يجنز العودة للحجر الصحي الشامل مش تتقبلتش بالنسبة للعودة للحجر الصحي الشامل ذي المغرب حقيقة يجنون في نقارس أخميت قصديرة ونيوذان لأن تسمى الحالة الاقتصادية مثلا خاصة ذي الآن السيور ذي المحيط ذي نجا ألا وهو الإقليم النضاء مش تسمى جميع الأبواب اللي عند ما ركعنا ندور غال الحجر الصحي الشامل تسمى أخمين غيوذان بأكماله وتسمى ذي جن تدهور الحالات الفقيرة الهشة وذي جن الوضع خطير أتص النصيحة إنه هي يوذان ذي التزمن الإجراءات الاحترازية يتم يتش وزارة الصحة وذي المندوبية الإقليمية يتم على مستوى الإقليم النظور حما يتم أنحاس عن المعرضة ومش تورن شين قاضي الإقليم النظا يتم ومسألة خطيرة متشين نقارخو الحالة النفسية مرة يتم ونجيبهم ليه